من منطقة مرسين التابعة لطرابزون، نستعرض لكم اليوم شقة صفر على البحر مباشرة، مخدومة بكل الخدمات، والشيء المميز الإطلالة. تعالوا مع بعض نشوف على أرض الواقع الشقة. وصلنا الدور الثالث، شقة ثلاث غرف صالة مساحة 170 متر مربع. باب الشقة من هنا يسارنا على طول، عندنا دورة المياه الأولى، وانتم بكرامة، بنظام عربي، موجود في مغسل أيضا. يميننا عندنا هنا الانترفون الخاص بالشقة. نتوجه إلى الصالة، تفضلوا معنا. مساحة الصالة كبيرة، نقدر نقول 25 إلى 30 متر مربع. الأثاث اللي موجود فيه أثاث ما هو فخم، أثاث متوسط، بالإضافة إلى لكل غرفة موجود مكيف يخدم الغرف كلها بالصالة. عندنا أيضا شيء ما ننسى، أنه في كل غرفة فيه بلكونة خاصة فيها. نطلع البلكونة الخاصة بالصالة. البلكونة هذه مساحتها تقريبا نقدر نقول متر ونص في 6 أمتار، وإطلالتها الرائعة على البحر إطلالة خيالية، شيء جميل ورائع. نطلع من الصالة نكمل تفاصيل باقي الغرفة، باقي الشقة قصدي. بجوار الصالة عندنا المطبخ، دواليب المطبخ نوعية ما نقدر نقول انها فخمة، نوعية عادية، الكواليتي حقها جيد وسط. اطلالة الشقة من الامام اطلالة بحرية، اطلالة رائعة ما شاء الله تبارك الله. نطلع من المطبخ نتوجه الى باقي تفاصيل الشقة. المنطقة اللي انا فيها منطقة الكوريدور، التدفئة المركزية موجودة أيضا، بالإضافة إلى موجود هنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات. يميننا هنا عندنا الغرفة الأولى، حاطين في الغرفة هنا سريرين فردية بالإضافة إلى الملحقات من كومودينا ودولاب. وإطلالة الغرفة هذه مع البلكونة إطلالة خلفية على الطبيعة. الغرفة هذه لها بلكونة صغيرة مناسبة لها، إطلالتها على الطبيعة من الخلف. نتوجه إلى الغرفة الثانية، تفضلوا معنا. نجي هنا على الغرفة هذه، الغرفة مساحتها تقريبا 3×5، مساحة الغرفة كبيرة. نقدر نستخدمها كغرفة نوم رئيسية أو نقدر نستخدمها كغرفة نوم للأولاد. حاطين فيها سريرين فردية مع دولابها، ولها إطلالتين، إطلالة جانبية من هنا على الشارع الرئيسي، بالإضافة إلى الإطلالة الأمامية على البحر، ولها بلكونة خاصة فيها الغرفة هذه. نطلع مع بعض. البلكونة هذه زي البلكونة التابعة للصالة، بلكونة صغيرة مساحتها، والشيء المميز انه صفر على البحر، يعني نقدر نتنقل الى الطرف الثاني اللي هو على الشاطئ او على البحر عن طريق جسر المشاة. وايضا في جامع يخدم، وفي سوبر ماركت وفرن، يعني المنطقة مخدومة بكل الخدمات. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل باقي الشقة. طلعنا من الغرفة هذه نشوف ايش في عندنا. عندنا هنا دورة المياه التابعة للشقة، دورة مياه كبيرة وانتم بكرامة. بجوارها غرفة الماستر، تفضلوا معنا. الغرفة هذه غرفة النوم الرئيسية الماستر، مساحتها متوسطة، يعني نقدر نقول نحط فيها سرير والملحقات الكاملة لها، بالإضافة إلى الإطلالة الخلفية على الطبيعة، ولها دورة مياه خاصة فيها.
وزي ما قلت لكم انه في كل الغرف موجود مكيفات، وبلكونة غرفة النوم الرئيسية لها اطلالتين، اطلالة جانبية على البحر واطلالة على الطبيعة. استمتعوا بهذه الاطلالة. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. الأسعار والتفاصيل موجود في صندوق الوصف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.